الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تخطى سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق العراقية حاجز 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار، وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أرزور محمود إن ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 150 ألف دينار يعد مخالفة قانونية، مضيفة أن سعر الصرف تم تحديده في الموازنة الاتحادية ب 145 ألف دينار، وأوضحت أن كل المبررات التي طرحها المدافعون عن رفع سعر الصرف اتضح زيفها، خصوصا مع ارتفاع سعر النفط عالميا ومع الإهمال والتقصير في ضبط المنافذ. أظهر مسح جديد أجرته منصة إيس أند بي جلوبال للتصفية الانتمائية أن التزام العراق باتفاق أوبك بلاس بلغ أكثر من 88% في شهر أيار الماضي. وذكرت المنصة أنه مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج، ظل التزام أوبك زائد واحد باتفاق خفض الإنتاج الكلي مستقراً عند مستوى 111%، وأضافت أن الإنتاج النفطي للتحالف شهد زيادة بمقدر 430 ألف برميل يومياً خلال الشهر الماضي، وكان النصيب الأكبر من الزيادة من جانب السعودية التي استحوذت على 84% من الزيادة الشهرية. ضاعفت حكومة الكاظمي كميات النفط المصدرة إلى لبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنوياً، وأوضحت حكومة الكاظمي أن هذه الزيادة جاءت لتساعد لبنان الذي يعيش أسوأ أزمة اقتصادية ساهمت في شلل قطاعات تمس مباشرة المواطنين. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراقيون من أزمات اقتصادية خانقة تجاهلتها الحكومة ولم تقترح أي حلول مناسبة للتخفيف من وطأتها على المواطنين في أقل تقدير. سجلت أسعار النفط انخفاضاً في الأسواق العالمية، وأظهرت بيانات المخزون في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم زيادة في مخزونات البنزين تشير إلى طلب أضعف من المتوقع على الوقود في بداية الصيف، وهو موسم الذروة في البلاد للسيارات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بمقدار 69 دولاراً فاصل 43 سنتاً للبرميل الواحد. أقرت الحكومة الانتقالية السودانية زيادة كبيرة في أسعار الوقود لتقليل عجز الموازنة في خطوة اعتبرها السودانيون تثقل كاهل المواطن الذي يعاني من تردي الأوضاع المعيشية. وأعلنت وزارة الطاقة أن وزيرة المالية جبريل إبراهيم قرر زيادة جديدة في أسعار الوقود بنسبة تزيد على 100%، وبهذا تخضع عملية السعر لتكلفة الاستيراد والتي تشكل ما بين 71% إلى 75% من سعر الوقود، مضافا إليها تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح شركات التوزيع، وهذه التكاليف تشكل مجتمعة ما بين 25% إلى 29% من سعر البيع للمستهلك. ختام الموجز، إلى اللقاء.